السيد الرئيس سعيد الرحمولي، وقبل الماتش ديال الجيش الملكي اللي استقبلنا فيه كان مكتب وجينا جلسنا معاه وقلنا له هذه الهضره هذه، قلنا له السي سعيد راه هذا الفريق هذا راه كبير، واش نزيدوا نكملوا على هذا المشوار ولا نوقفوا هنا؟ السي سعيد لح علينا وكيقول لنا ما تخموا حتى لشي حاجه، الفريق هذا ديالنا كاملين كيمثل الاقليم كامل، راه ضروري ندفعوا به وما غاديش نبخلوا عليه. هذه هي الرساله اللي وصلنا لكم، وانتم تقاتلتوا معنا وضافوا المجهودات الحمد لله، وكنا بغينا غير نديروا ان بون بريزونطاسيون في هذا البراج تقنا حنا هما افضل المغرب. السي سعيد ملي كنقولوا نهضه التزايو راه كنقولوا اقليم ناظور وخير ودليل، ملي مشينا نلعبوا في اسيو كنقول لهم حنا نهضه التزايو، كيقولوا لنا في التزايو كنقول لهم في الناظور. راه يمكن تداولت، راه يمكن الاقليم ناظور تداول اكثر من مدينه التزايو حتى توج هذا الفريق هذا بطل عاد بدينا كنقلبوا على التزايو في الجايه كذا. دونك دابا كيف ما قال السي احمد ملي كنا كنلعبوا بطوله جهويه كنا كندافع على الالوان ديالنا، مدينة زايو كتلعب مع مدينة العروي كتلعب مع مدينة سلوان، دابا داك الشيء كبر شويه ولينا كننافسوا على المستوى الوطني، ملي كنمشيو راه كنمشيو نمثلوا فريق ديال الناظور. الحمد لله في الاقليم دابا ضاف فريق نهضة زايو الى فريق ديال الناظور في الموسم الممتاز، وان شاء الله كنتمناو ان تكون بيننا التعاون باش اننا نمشيو مزيان. حنا في نهضة زايو جلسنا، اي حاجه كنديروها الا ما كنديروها مشتركين ما كاينش واحد اللي كيبدا القرار بوحدو ولا هذا. دابا حنا كنحاولوا نصفيو بعدا اش خلينا مورانا في هذا القسم الوطني الاول، عاد كنهضروا مثلا على القسم الممتاز كيفاش غيكون هذه الصوره ديال هذا الفريق هذا. الحمد لله السي سعيد التزم معنا حنا كفريق من الجزائر لكره اليد انه معنا كشريك ديال هذه المؤسسه هذه. من هذا المنبر كنطالبوا وكنناشدوا جميع المؤسسات انها تنخرط مع هذا الفريق هذا اللي حقق هذا الانجاز. السي سعيد ربما تركيبه بشريه 90% من مدينه زايو وديك 10% كملناها من ناظور، عندنا واحد العام كنا من ناظور اللي جا تقاتل معنا كنوجهوا له اعتذر. اليوم سافر مع الصباح حتى البارح عاد حنا الاخوان كيعتذر انه ما وكنتمناو ان هذا الفريق هذا يزيد لقدام، وان شاء الله يكون ديك الفريق اللي غادي يدير على هذه المدينه هذه، ونزيدو نعرفوا بالاقليم ديالنا ونعرفوا بالناظور ككل.